في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه، وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة التركية أنقرة. لقاء ثنائي جمع الرئيس التركي بولي العهد، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وتبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية. فيما عقدت الوفود المشاركة اجتماعات ناقشت تطوير التعاون في مختلف المجالات زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى أنقرة ترسخ وتدعم خطوات جديدة في مسيرة التقارب وتطوير العلاقات الممتدة لثلاثة وتسعين عاما بين البلدين ومن المنتظر أن ينعكس هذا التقارب على ملفات عديدة في المنطقة وشهد عدد من ملفات المنطقه انفراجات مع الزياره التي اجراها الرئيس اردوغان الى جده قبل اقل من شهرين حين التقى العاهل السعودي وولي عهده فيما يضع خبراء تقارب عدد من دول المنطقه مع تركيا في اطار التحولات الدوليه الاخيره انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة أقنع بعض الدول أنها لن تكون إلى جانبهم إذا احتاجوا إليها، ووجدوا في تركيا نموذجا لا يترك حلفائه عند الحاجة، وهذه الثقة مطلوبة في نظام عالمي غير مستقر. وتضع زيارة ولي العهد السعودي إلى أنقرة العلاقات بين البلدين أمام مرحلة جديدة من التقارب ستترك انعكاساتها على مسار علاقات البلدين والمنطقة. محمد كردي تي عربي انقره